بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة للعالمين نبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتنا وأخواتنا في الله، يا أهلنا الصامدين في عاصمة ثورتنا سترة الإباء والعنفوان، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال أمير المؤمنين ومعسوب الدين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: وما أخذ الله على العلماء ألا يقاربوا على كدة ظالم ولا سقب مظلوم. أيها السادة الكرام، إن العلماء العاملين قد عاهدوا الله سبحانه وتعالى، وهم الأمناء على دينه وحراس الشريعة، ألا يداهنوا الحاكم الظالم ولا يساوموه ولا يصمتوا على جوره وظلمه للرعية. وإن مسؤوليتهم ووظيفتهم المقدسة تحتم عليهم كواجب وفريضة شرعية أن يقفوا بوجه الظالم وينتصروا للمظلوم، ويتمسكوا بوصية سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. إن تاريخنا حافل بمواقف شرعية مشرفة، لهكذا العلماء عظماء لم يسخطوا ربهم عز وجل برضا مخلوقين، وقد آثروا بالقيام بمسؤولياتهم وبما عاهدوا عليه على التمتع بلذائذ الدنيا ورضا الجبابرة عنهم. أيها الأخوة والأخوات، إن المواقف الإيمانية الشجاعة لشيخ المجاهدين أجد حصيات تبلورا جليل للتمسك بهذه المسؤولية الخطيرة والعظمى التي تحملها العلماء العاملون المجاهدون. وإننا نشيد ونثمن هذه المواقف الإيمانية الصلبة لسماحتي في الدفاع عن حقوق الشعب البحراني في تقرير المصير والعيش الحر الكريم والتمتع بحقوقه التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. وفي الوقت الذي نجدد فيه تضامننا مع سماحة الشيخ الجد حفصي ووقوفنا إلى جانبه بكل عزم وإصرار، ونؤكد رفضنا إلى هذه المحاكمة الجائرة التي يعتزم الكيان الخليفي إجرائها ضد سماحته، ونعلن مرة أخرى أن التعدي على مقام السادة العلماء والتعدي على حرار الأصيفات هو خط أحمر، وسيفعل له جميع أبناء البحرين الشرفاء، ولن يكون يوسع الدكتاتور حمد وعصابته المجرمة الإفلات من تبعات هذه الجرائم النكراء، ومن نصر إلا من عند الله عز وجل. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف 14 من فبراير، 27 ديسمبر، كانون الأول 2014 ميلادية.